تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلمين يحييكم، السلام عليكم. واحد البابا توادرس، شخصية العام 2016، عيد الميلاد المجيد. كل عام والمسيحيين المصريين بكل الخير. عيد الميلاد المجيد، السيد الرئيس زار الكاتدرائية، كبار رجال الدولة هنأوا المسيحيين المصريين وقداسة البابا بعيد الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام. لما رحل البابا شنودة، وكان مفكر وشاعر وأديب ومثقف وقيادة دينية عالمية، اعتقد كثيرون أنه من المستحيل ملء الفراغ، وإن مين اللي هيجي يملأ المساحة الكاريزمية الشاسعة التي خلت برحيل قداسة البابا شنودة. لكن كلنا ذهلنا من هذا الأداء الرائع والمتميز، ومناط الذهول إن كتير حاولوا إن هم يثيروا فتنة طائفية أو يدخلوا هذا الوطن إلى مجهول. إنما التاريخ المشرف لقداسة البابا توادرس، ثم حين اعتلى كرسي البابوية، والأداء المذهل لقداسة البابا وهو على عرش البابوية في الكاتدرائية المصرية، الحقيقة كلنا شفنا أداء متميز متزن حكيم، وفيه رؤية سياسية، وفيه نموذج للوطنية المصرية والقيادة الدينية الرشيدة. والحقيقة ده فوت كتير جدا من المآسي التي رتبت لهذا الوطن، وادانا أمان وثقة في المستقبل في أنه لا يمكن لأحد أن يهز الوحدة الوطنية لهذا الوطن العظيم. قداسة البابا شنودة كان صديق للأستاذ نجيب محفوظ، للدكتور أحمد زويل، لكتير من الشخصيات، التقى أكثر من مرة بفضيلة الشيخ الشعراوي، كان مندمج في الحياة الفكرية والثقافية. وكذلك قداسة البابا توادرس اللي على صلة قوية جدا بحجم من الأدباء والمثقفين والمفكرين والشعراء ونماذج الإبداع في الدولة المصرية. والحقيقة كلنا بنشعر بالأمن لما بنلاقي إن قيادات دينية وقيادات روحية على مستوى عالي من المسؤولية في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ بلادنا. فكل التحية لقداسة البابا توادرس الذي نراه شخصية عام 2016، وكل التهنئة للمسيحيين المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام. اثنين الأسطول الجنوبي، مصر سيدة البحر الأحمر. كلنا تابعنا السيد الرئيس وهو في سفاجة، وهو بيفتتح مقر قيادة الأسطول الجنوبي المصري. البعض يمكن لأول مرة بيسمع مصطلح الأسطول الجنوبي. مصر دلوقتي فيها نهضة حقيقية كبرى لأبعد الحدود في تطوير القوات المسلحة المصرية، ودي بدأت منذ تولى الرئيس السيسي منصب القائد العام ثم منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة. حقبة ما بعد المشير طنطاوي شهدت تحديث غير مسبوق للقوات المسلحة المصرية. والصحف الإسرائيلية اتكلمت كتير قبل كده حول مستوى التدريب اللي بقى مرتفع، وحول مستوى التسليح اللي بقى مرتفع، والأخطر حول ارتفاع الروح المعنوية للجيش المصري. الجيش المصري واصل عملية التسليح والتدريب إلى مستوى رائع وغير مسبوق. دلوقتي مصر فيها أسطولين، الأسطول الشمالي والأسطول الجنوبي. الأسطول الشمالي في البحر الأحمر في البحر المتوسط، والأسطول الجنوبي في البحر الأحمر، وفي حاملة طائرات هنا وحاملة طائرات هنا. يعني على الخريطة مصر مربعة الشكل زي بنرسمها باستمرار بشكل هندسي. إذا مصر بهذا الشكل المربع، هنا بنتكلم على ليبيا، هنا البحر الأحمر. فالبحر الأحمر يبقى هنا الأسطول الجنوبي، يبقى ده في البحر الأحمر اللي هو شرق مصر. هنا الأسطول الشمالي، يبقى هنا شمال مصر في البحر المتوسط موجود الأسطول الشمالي المصري. دي مصطلحات جديدة في العسكرية المصرية. يبقى هنا شمالا الأسطول الشمالي، وهنا في البحر الأحمر الأسطول الجنوبي. الأسطول الجنوبي فيه حاملة طائرات اللي هي جمال عبد الناصر، والأسطول الشمالي فيه حاملة طائرات اللي هي أنور السادات.
في هنا بقى الانشاءات صواريخ، في قوات صاعقه، في اكتر من لواء موجود هنا، يعني في قوه بحريه مذهله بقت موجوده لمصر في البحر الاحمر. مصر دلوقتي بكل ثقه اصبحت سيده البحر الاحمر شمالا وجنوبا شرقا وغربا، القوه الاولى في البحر الاحمر على الاطلاق، من باب المندب الى قناه السويس الى البحر المتوسط بقى. ما الاسطول ده بيسلم الاسطول ده، الاسطول الجنوبي في البحر الاحمر يمشي لغايه ما يسلم من قناه السويس، يطلع شمالا يسلم الاسطول الشمالي، والاسطول الشمالي يسلم الاسطول الجنوبي. يبقى هنا حامل الطائرات وهنا حامل الطائرات، وهنا اسطول وهنا اسطول، وفي اربع غواصات جايين اليومين اللي جايين دول في 2017 تبدا اول غواصه، غواصات دولفين قادمه من المانيا. فالاربع غواصات لما يضافوا لحاملتي طائرات لتعزيز الاسطول المصري الشمالي في البحر المتوسط والاسطول المصري الجنوبي في البحر الاحمر، بنتكلم على مستوى عالي جدا. كمان ثلاث سنين اخر 2019 ان شاء الله اول 2020 بالكتير، هيكون القمر الصناعي العسكري المصري تم انتاجه واطلاقه في الفضاء بالتعاون مع الروس. ده مش قمر صناعي مدني، ومش قمر اتصالات علشان قنوات التلفزيون او شبكات المحمول او غيرها، ده قمر صناعي عسكري، هو اول قمر صناعي عسكري مصري. فلما نتكلم على مصر عسكريا 2020، بنتكلم على حاملتي طائرات، على اسطول شمالي عملاق واسطول جنوبي عملاق، على اربع غواصات، على قمر صناعي عسكري. اداء مذهل في تطور القوات البحريه وتطور الجيش المصري على مستوى العموم. القوات البحريه لها تاريخ مجيد، حتى في ظل اسوأ فتره في تاريخنا 5 يونيو 67، حتى في ظل هزيمة 5 يونيو 67، القوات البحرية عملت انتصار عظيم في أكتوبر 67، كأننا إذا نصر أكتوبر 67، غير النصر العظيم اللي هو نصر أكتوبر 73. نصر أكتوبر 67 اللي فيه تم إغراق المدمرة إيلات، وكان لأول مرة إزاي وحدات بحرية صغيرة تدمر وحدات بحرية عملاقة، وده اللي خلى الكليات العسكرية في العالم تدرس هذه النقلة في تاريخ الحروب اللي عملها المصريين وطوروا بيها الحروب البحرية، كيف لقوات بحرية صغيرة تقدر تدمر مدمرة كبيرة بأدوات ووسائل لم يكن معتاد إطلاقا ولم يسبق إطلاقا استخدامها في ضرب مثل هذه المدمرة. يبقى إذن القوات البحرية اللي كانت في 67 قادرة تعمل هذا الانتصار في أكتوبر 67، خطت خطوات عظيمة جدا للأمام. ديت القوات البحرية وصلت لمستوى غير مسبوق، بنتكلم على أسطول شمالي عملاق وأسطول جنوبي عملاق، وعلى حاملة طائرات شمالا وحاملة طائرات جنوبا. كده مصر ودون نقاش وقولا واحدا سيدة البحر الأحمر من المحيط الهندي وباب المندب وصولا إلى البحر المتوسط. على كل مصري أن يفخر بالأسطول الجنوبي، وعلى كل مصري أن يفخر بالأسطول الشمالي، وكلنا لازم نكون فخورين للغاية إن جيشنا بيخطو إلى الأمام بهذا المستوى العظيم رغم كل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، لأن مصر مهددة حقيقة إقليميا ودوليا. الجيش بهذه القوة بيدينا أمن كبير جدا، وإحنا بنحاول نبني الاقتصاد لكن تحت غطاء عسكري عظيم يؤمن حدود الدولة المصرية ويؤمن الشعب في بلادنا. لنا أن نفخر المصريون في 2017 لدينا الأسطول الشمالي والأسطول الجنوبي. ثلاثة، الروهينجا دفن وجوه المسلمين في الطين. العالم كله لما يشوف مصطلح المجتمع الدولي، نقول ان المجتمع الدولي ده فعلا فيه قيم ومبادئ، ولما يكون في مأساة إنسانية هيروح. بنلاقي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لما في حد ممكن يعتقل خارج القانون لمدة أيام ممكن نلاقي ضجة كبيرة جدا، لكن في
ناس على أساس إن هم دينهم الإسلام بيقتلوا ويذبحوا في دولة بورما ميانمار. في بورما ميانمار في أقلية مسلمة اللي هي روهينجا، دول سكان البلد الأصليين، لكن الحكومة بورما بتقول لأ هم جايين من بنجلاديش. ده كلام مش مظبوط. العالم كله عارف كويس جدا إن دول سكان بورما الأصليين، أهل البلد، مش جايين من بره، لكن لأنهم مسلمين فبيجري اضطهادهم وبشكل مأساوي وأصبح غير مسبوق. محطة سي إن إن بثت مشاهد لطفل عنده سنة وكام شهر اسمه محمد من أقلية الروهينجا المسلمة في دولة ميانمار بورما. الطفل ده مشي مع أهله لأن الجيش في بورما بيقتل المسلمين، فبيقتل ناس في قرية وساعات بيحرق القرية على من فيها والناس تموت جوه بيوتها حرقا، ويطلع من قرية إلى قرية. وبعض الناس اللي بيهربوا بيكون في جنود من جيش ميانمار بيضربوهم على الأرض، في هليكوبتر بيضرب من أعلى، واللي يقدر يهرب من كل ده في الغابات وياخد أي مركب أي كلام عشان يعدي بيه النهر معظم المراكب بتغرق. فمحمد لنشوف صور المؤلمة والمفزعة وهو ميت مرمي في الطين بطريقة مهينة لا تليق بالعالم ولا بالحضارة المعاصرة. كان هو وأهله بعد ما هربوا من قرية لقرية لقرية وعدوا غابة 6 أيام ماشيين، 6 أيام مشيا على الأقدام هربا، مش مشي في أمان، إنما 6 أيام أكل قليل جدا، شرب يكاد لا يوجد، ومشين 6 أيام يناموا في أي مكان في الغابة، يقوموا يمشوا تاني، يناموا يمشوا تاني. وبعد ما وصلوا وخدوا المركب ده علشان يهربوا ويعدوا في النهر الناحية التانية، غرق المركب وأهله ماتوا، والطفل ده بقى في الوضع المأساوي لما هنشوف صوره وهو مرمي في الطين بطريقة مقبضة ومؤلمة على نحو ما بثت قناة CNN. اللي بيحصل المسلمين الروهينجا في بورما ميانمار عار على جبين الإنسانية، وعار على الأمم المتحدة، على الأمين العام اللي فات اللي قعد كل ده لم يحرك ساكنا، وعار على القوى العظمى اللي سايبة ناس زي كده بتقتل بهذه الطريقة اللعينة كل يوم فقط لأنهم مسلمين. لحد فيهم متطرف ولا متشدد ولا حد عمل حاجة ولا هم جايين من بلد تانية، إنما دول سكان البلد الأصليين مسالمين محترمين، ما فيش أي أزمة ظهرت منهم على مر التاريخ، إنما هؤلاء البسطاء بيجري قتلهم وحرق قراهم وتدميرهم على هذا النحو المفزع والمؤلم اللي احنا هنشوف مشاهد مروعة لطفل أصبح جبينه في الطين نتيجة إنسانية أصبح جبينها في الطين. لماذا حقق كتاب كفاحي لهتلر كل هذه المبيعات؟ لماذا حقق كتاب كفاحي لهتلر أعلى المبيعات؟ كلنا تابعنا أو اللي مهتم بالشأن الثقافي العالمي تابع إزاي إن كتاب كفاحي للزعيم الألماني النازي أدولف هتلر وصل لأعلى المبيعات في عام 2016، وطبعا ده مذهل عودة هتلر أو عودته عبر مذكراته وصفحات كتابه. الحقيقة الدرس الأساسي في ده كل الأفكار تقريبا لا تموت، يعني الشيوعية انتهت في العالم لكنها كفكرة لم تنتهي، وممكن بعد 20-30 سنة نلاقي الشيوعية رجعت تاني في بعض دول العالم، ونلاقي ستالينية جديدة، ونلاقي تروتسكية جديدة، ونلاقي نفس الأفكار اللي كانت موجودة قبل كده. مفيش أفكار بتموت تماما، إنما بتخبو وتخبو، لكن في لحظة ممكن ترجع تاني، وده اللي بيسمى عودة التاريخ أو أن التاريخ يعيد نفسه. محدش تخيل بعد تدمير ألمانيا على هذا النحو ممكن هتلر بعد كل اللي عمله ده يرجع تاني يكون ملهم لآخرين ويكون زعيم للنازيين الجدد ويكون كتابه في أعلى المبيعات. فده بيأكد أن جميع الأفكار تقريبا بما فيها الأفكار المتطرفة والمتخلفة لا تموت تماما، إنما تخبو وقد تعود من جديد.
في تحليل المشهد النقاط التالية: نمرة واحد، هتلر قصة مثيرة جدا في الصعود والهبوط، قصة نجاح أسطورية وقصة هبوط أسطورية. إزاي هتلر لقى بلده في وضع سيء جدا جدا، وإزاي قدر يبني ألمانيا العظيمة القوية بهذه الطريقة البارعة والمثيرة للإعجاب. في نفس الوقت هو هتلر اللي بعد ما بنى ألمانيا بهذه الطريقة المثيرة للإعجاب ونقلها من وضع مؤسف ومخزي إلى وضع عظيم وأسطوري، هو نفسه هتلر اللي بعد كده بيدمر ألمانيا عبر الحرب الحمقاء التي خاضها ضد العالم، وينتهي الأمر أنه يسلم ألمانيا مقسمة وبرلين مقسمة. فده واحد مشي ورا نفسه بأستيكة، بنى ألمانيا وهد ألمانيا، عمل ألمانيا العظمى وساب ألمانيا مقسمة، عمل مجد ألمانيا ودمر مكانة وتاريخ ألمانيا وتركها دولة في وضع مهان للغاية لا تجد طعام يومها. أيضا في هذا الإطار بنلاقي أن في نماذج بتقرب من مدرسة هتلر وفي مدرسة أخرى مضادة. يعني مثلا رئيس العراقي صدام حسين قريب من مدرسة هتلر، لأن هو وهو نائب رئيس جمهورية ثم وهو رئيس جمهورية لبعض السنوات كان عنده أداء عظيم، الأمية تقريبا قضى عليها، صناعات عسكرية عظيمة، صناعات مدنية مذهلة، تقدم حقيقي للعراق، مكانة إقليمية ودولية كبيرة. لكن هو نفسه اللي دخل بعد كده الكويت، وهو نفسه اللي أدى إلى تدمير العراق فيما بعد. فهو بنى العراق وهدم العراق زي ما هتلر بنى ألمانيا وهدم ألمانيا. فده نموذج لقادة ممكن يبنوا أوطانهم وهم نفسهم اللي دمروا أوطانهم. ممكن نقول رجب طيب أردوغان نموذج قريب من كده، مش بالظبط، إنما إذا مشي كده ممكن يكون على الطريق، لأنه بنى تركيا بناء عظيما وعمل نهضة أسطورية في 10 سنين، وكان أستاذ ملهم لكثيرين جدا باللي شوفوا تجربة رجب طيب أردوغان الرائعة في تركيا. لكن بعد كده هو نفسه اللي بدأ يجرف تركيا وينسف تركيا، وممكن يسلم تركيا أسوأ كتير جدا مما تسلمها من قبل. لكن في نماذج تانية عظيمة زي نموذج مهاتير محمد في ماليزيا، اللي هو بقى بنى ماليزيا وسابها عظيمة. وزي فرانكو في أسبانيا ديكتاتور، إنما بنى أسبانيا ولم يدمرها، إنما سابها عظيمة وسابها كمان الانتقال الديمقراطي في عهد خوان كارلوس. أيضا في تفسير ذلك الهولوكوست، هتلر وراء الهولوكوست، قتل اليهود أو حرق اليهود أو ما إلى ذلك. إحنا شغلنا نفسنا وقت طويل جدا بأن هتلر قتل عدد قليل، قتل عدد كتير، دول مش 6 مليون، دول مليون، دول مليون ونص، دي مش قضيتنا. وقلت ده في كتابي ما بعد إسرائيل، دول الحضارة الغربية ضد بعضها، مسيحيين قتلوا يهود، ألمان قتلوا ألمان، دي معضلة الحضارة الغربية، لأن النازية هي جزء من الغرب وقتل اليهود هو إنتاج الغرب، وبالتالي المسلمين والعرب ما لهمش دخل في هذا الموضوع. فدخول المسلمين على الخط في موضوع الهولوكوست من أجل التخفيف من اللي عمله هتلر ده شيء مش حكيم. لا إحنا قتلنا ولا إحنا حرقنا ولا بينا أفران الغاز ولا عملنا أي شيء لليهود، كانت حضارتنا عظيمة جدا في استيعاب اليهود. واللي بتعمله إسرائيل ده بترد للي إحنا عملناه أسوأ رد، احنا كنا في منتهى الأداء العظيم وهم في منتهى الأداء السيء ما يجري في الأراضي العربية في فلسطين. في كل الأحوال قولا واحدا في هذا الشأن، الحضارة الغربية هي صاحبة الهولوكوست، والثقافة الغربية وراء الهولوكوست، مسيحيين قتلوا يهود، نازيين قتلوا آخرين، ألمان قتلوا ألمان. لا علينا إطلاقا أن نتحمل أي جزء من المسؤولية في هذا الموضوع أو نحاول الدفاع عن هتلر في هذا الإطار، لأنها جريمة نكراء بلا شك. إذن يعود التاريخ مع أدولف هتلر مرة أخرى، النازية الجديدة تنظيمات وأحزاب، وكتاب هتلر كفاحي الأكثر مبيعا. مرة أخرى الأسطول الجنوبي، الأسطول الشمالي، الجيش المصري يخطو إلى الأمام بخطى ثابتة. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.